جمانة يا جمانة. ايه شوفي لك شو بكون انتي والولاد؟ نص الكتاب وملخصين لي اياه. ايه ما لحقت، شو بدي لحق لحقنا؟ لك شو عندك شغل يعني؟ بلا هالوقفة نص ساعة قدام المراية وبلا ست سبع بخات فيك سدور، بدك يعني اصوت بالفحص؟ هي انت اخذت اجازة، خلص لخصن لحالك. مالي نفس افتح كتاب من كتر ما صرت قاريه. وشلون بدك تنجح اذا ما فتحت الكتب؟ مثل اللي عم ينجحوا، ليش كل اللي عم ينجحوا عم يدرسوا ويفتحوا كتب؟ يلا يرضى عليكي، تفرغي لي شوي للملخصات، يا دوبك تلحقي من هون للفحص. وشغل البيت، مين بده يشتغله؟ انا بشتغل شغل البيت، شو شغل البيت؟ تعي لقلي. تعي، انت فضي لي مخك من كل هالشغلات وعدي لخصي لي. ايه ما بتعرف تشتغل شيء بالبيت انت، لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تجلي. هي الشغله سهله يا جمانة، بتذكر شلون امي كانت تطبخ له وتنفخ له لابي. امك؟ دخيل امك انا، ما بتعرف الاغراض وين محطوطين. امك بتعرف وين الاغراض؟ خلاص كل ما عصلجت معي شغله بسألك. طيب خود روح عزلي المطبخ. بس يا ريت تحكي بطريقه احسن من هيك لاني ما بشتغل عن بيت الابريه انا. سعيد الله يرضى عليك. روح عزلي المطبخ. هيك هيك على راسي بيت الابريقي والزنبيع تبعه. كل هدول؟ يا لطيف شو دريس. يوما على يوم لو طالت الفرقة ما نسيت أنا يوم ما نسيت أنا الرفقة. يوما على يوم لو طالت الفرقة ما نسيت أنا يوم ما نسيت أنا الرفقة. وبعدين بعدين عالبالي بعدك يا سهل. بعدين بدنا نعرف ندرس. بابا انت ما بيجيك الغنى الا بأضيق الاوقات، ما بتقول الدنيا وقت فحص؟ ابي هالايام يلي عم يرفع صوت المسجل عم يجيبوا له الشرطه، ما يسمعوا صوتك بيجيبوا الجيش. ليش صوتي واسع لعنكم لشو؟ يعني شلون ما بده يوصل اذا فتحنا اياه على الاخير؟ ما نوصل عبالي بعدك يا سهل حورا. بس ولا انت وياها ما تلطاها حسين واخواته، فوتوا لجوا انضبوا، فوتوا ادرسوا. شر شاف قصب وامطر زبليسان. عبالي بعدك. أنا ماشية، بدك مني شيء؟ لوين رايحة؟ ما بدك تكملي التلخيص؟ عندي درس خصوصي، بس أرجع بكفي لك. شو درس خصوصي ما درس خصوصي؟ هلا الغريب صار أهم مني. الغريب عم ناخذ منه مصاري، جوزي بيستنى. جمانة، أنت سلمتيني الطبخ والنفخ على أساس تكملي التلخيص. لك أنا مالي هربانة، رايحة أعطي الدرس وأرجع. بعرف إنه مالك هربانة، بس على هالسحبة بيخلص الفحص وما بتخلصي لي المنهاج أنت. بكافة الأحوال ما رح أقدر لخص لك كل شيء، لازم أنت كمان تشتغل. إيه؟ شو عليه؟ ماشي. لوين رايح؟ رايح لعند ناس يهتموا فيه، حعلي لي وكلكم بأموري أنا. والطبخة ما بدك تكملها؟ الطبخة جاهزة، فيقي أولادك ياكلوا، ناديلهم يتكورتوا، إذا مبلعت معهم. شو جاي يطلب مصاري؟ لكن شو جاي تطلب مساعدة عينية؟ لا عينية ولا مادية. شو بدك؟ بالأول إلك ولا للديب؟ إذا الشغلة ما فيها دفع مصاري خسد دي. لا ما فيها دفع مصاري، بدي إياك تساعدني بتلخيص منهاج البكالوريا. لك أنت ما عندك رحمة؟ ما عندك شفقة؟ ما عم تشوف عيوني عمام مأهوب؟ السنة الماضية راشدت كتبت لك ياهم وينهم؟ كبيته، ما كنت متوقع إني أسقط. لازم تتوقع إنه بدك ترسب، فلازم تحتفظ فيهم لحتى تطلع النتائج، مشي؟ مشي. بس هلأ شو إلك ولا للديب؟ أنا بساعدك شوي قدر المستطاع، بس ما بقدر لخص لك كل المنهاج، ما عندي وقت. ما راح تكتب لي إياهم لحالك؟ معقول شغلة فيهم لحالك لك منصوب؟ أنا ومين لك؟ أنت وخطيبتك لما؟ أصلاً هي قاعدة بالبيت لا شغلة ولا عاملة، بتنقش لي إياهم. وبركة ما رضيت. إذا ما رضيت بتكون ما بتحبك. هالمرة لا تكبون لحتى تطلع النتائج، أنا آخر مرة بساعدك بهالموضوع. هالمرة إذا سقطت ما عاد قدمها نهائياً، بدي اعتزل تقديم البكالوريا. كل مرة بتحكي هالحكي، أخي أنا مستعد أشتريهم منك بعد ما يخلص الفحص، كل راشد
شيتها بتقلك حقها 100 ليره ماشي. لك خلاص ملح كبه. شو هدول؟ لك ما شيتها اقل الملخصات. الغمامة الاولى تتمركز حول المحور اكس وتسمى المحط بي اكس، والغمامة الثانية مين تتمركز حول المحور يو. انا مرحبا سلوى. حسام عم يدرس. ايه بعرف، اندهي له لو سمحت. قلت لك عم يدرس. ليش هيك عم تحكي معي؟ في موعد بيني وبينه. قلت لك عم يدرس مو فاضي لك. لو سمحتي لا تصحي علي، انا ماني حسالة حتى تحكي معي هيك. حسالة وبنقاده كمان. شوفي شوفي اهلين فؤادو، كيفك؟ حسام هذا مو صديق، لو كان صديقك ما بيجي لعندك وقت الفحص. اعطينا بسكادة فوت فؤادو. من غير ما فوت اكلت بهدلة، هيك معلم اختك تحكي مع رفقاتك؟ شو عملتي وليه؟ عم تقلعني. صحيح هالحكي؟ صحيح، شو جايبه لعندك وقت الفحص؟ اسمعي وليه؟ إذا بتحكي هيك مع رفقاتي تاني مرة بخلع حالك. ها بعدد لك حسام. هي سلوى النايحة ها؟ وانا على النايحة، بمد اصبع على سلوى النايحة بيكسروا اياها على النايحة. حل عنا يا انا اصلا ابو حبر الصنصيص كمان. انا ابو حرمة؟ رح ورجيك على الحرمة شو بدها تساوي. رويا مشي فؤاد مشي. لازم يلحقوا نعرف وين راح. لا اتركه بس يجي بابا بنقله. بعدين. لا علاء. علاء اتركه. ممتاز ممتاز. شلون لحقت تحفظهم؟ صرت للصبح وما نمت قبل ما احفظهم، كتبت موضوع تعبيري عن المعلم. شو الحكي؟ هات لشوف، سمعني. المعلمة. المعلمة هي قطرة الماء التي تروي عقول التلاميذ. وهي الوردة الجورية التي يفوح عطرها العلم. شعرها الأشقر شلال المعرفة وعيونها الزرقاء بحر. لحظة لحظة. هذا الكلام ما بينكتب عن المعلم. المعلم لا بشعره ولا بعيونه. المعلم برسالته. بس انا ما عم بكتب عن الكل، عم بكتب عنك. معلش يا لبيب، خلينا هلا مهتمين بالمنهاج، مواضيع التعبير خليها لبعدين. ماشي يا عسل. انا هلا رح اتركك تدرس، قبل الامتحان بيوم بجي وبعمل لك مراجعه. خلينا اسمعهم مره تانية. خلاص سمعت لك اياهم. طب سمعيني غير شيء. خلاص حبيبي سمعت لك اياهم، نهينا المنهاج، يلا عود ادرس. ان شاء الله لا تروحي، خليكي قاعدة هون. الله يخليكي. هلأ اهتم بفحصك، إذا نجحت بيجي لعندك ومنقعد سوا. قبل الفحص لا بعرفك ولا بتعرفني. طب بقدر تحكي معك على البيت؟ ما بتنزعجي؟ ما عنا تليفون. طب بحكي مع البابا يخليه يطلع لكم تليفون. هلأ أنت اهتم بفحصك وبعدين منحكي، ماشي؟ ماشي. هلا وانا جاي طرتني سيارة. ما حدا اخذك على الدكتور؟ ما في داعي، ما في داعي، جرح ما كتير كبير بس بيطلع له شيء، يعني شيء 6 7 سنتي هيك شيء. شو هذا اللي لف على راسك؟ هي خرقة، هلا اعطاني اياها واحد بالشارع. فوت خليني اغير لك الضماط. لا 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 ما في داعي، بس علاء هون. لا مو هون. طيب انا برجع بعدين. لا شو ترجع بعدين، عم اقول لك فوت بدي اغير لك الضماط. هي وسخة، بدك يصير معك غرغرينا براسك. يعني ما في داعي، مو بسيطة، في ميكروبات بصير في غرغرينا. صحيح وين الجرح؟ ليش ما في شيء؟ رامي ليش عم تكذب؟ سلوى انا ما عم كذب، بس انا ايه؟ انا مشان الفت لك نظرك. ليش بدك تلفت لي نظري؟ ليش؟ لك ليش بصراحة؟ ايه؟ يعني دجي لك اياها هيك دج؟ ايه؟ أنا بحبك.
الدم. رامي ذبحته؟ صبور جاي انت كذاب سلوى كذاب، ما تصدقي عم بيمثل هذا. قوم لك قوم، لا قوم ابو الحصين قوم قوم كذاب. لك يا عمو ليش هيك عملت؟ ليش قال عنك نصاب؟ بدك اياه يسكت له يعني؟ هدي اللعب ساسوكي، لا تحطي بنزين على النار، ما كان بدي الشغله توصل للمساعد. انا عمو ما قدرت اتحمل الضربه اللي ضربته اياها، بجوز تقتله. ما في شغله بالعالم تستاهل من قتل بني ادم من شانها. ما قدرت تتحمله. عم بسعيد قال عنك نصاب، انت نصاب شيء؟ تضرب على السؤال، انا نصاب ولا؟ قوم لقلك قوم، قوم روح تيسر على بيتكم هلا، وما بدي هالمشاكل كلها، عم تفهم؟ روح تفضل لدراستك انت. ماشي الحال، انا هلا رايح، بس في حال رجع دهولي. لا ما شاء الله عنك، اهتم بدراستك، عم قلك بلا لك المشاكل. روح روح. عم يدافع عني، انا بقدر دافع عن حالي انا. شو قلتك؟ بيرفع دعوة علينا؟ اكيد رح يرفع دعوة، فوق ما قالوا معنا مصاري ضربناه كمان. واذا سألوني بالمخفر شو بدي اقول لهم؟ لك ابي ليش تحكي معي كأني انا بشتغل عند اللي نفضك؟ اه تواضعي شوي، اذا سألوكي لا تقولي لهم شيء، قولي انه انا اللي ضربته. بس انت ما كنت موجود. هلا هو من مصلحته يقول اني انا اللي ضربته مشان يحصل مصاري. انا رايح. لوين رايح؟ على المخفر، بدي سلم حالي، ما بدي المساعد يجي ويسلني قدام العالم. لا بابا الله يخليك، لا الله يخليك لا تسلم حالك الا انا ضربته. شلون رح يسدوا وشك وش ضرب انت ساسوكي؟ شدي حالك، شدي من اذني. فوتي فوتي على دراستك، الحبس مو للنسوان. ابوكي صار عنده خبره، صار متعود.